حلو. ترد علي تقول لي يا شاطر وقفت بعدين تعبت. يلا احكي لك كلمة بيضة. يلا خلص. شو تعبت؟ يلا البس. يلا ضايل مقطع واحد بس خلصوا بدل اخر ادعى. يلا اخر كلمة وعد. لو قد جاهد احمد اسهل داخل البيت تعمل ايه؟ خليه يرتب الشعر. اسم عواد من قناة كرميش. أول كليب أنا غنيته اللي هو أغنية إبوآ إبوآ ما هاي هاي. هذا أول كليب أنا صورته بس لحالي، وطبعا كنت مبسوط عشاني يعني صورت لحالي يعني دون ما حدا يكون معي. بالنسبة لكليب وين واحو، طبعا يعني كان التصوير بالملاهي وبالبيت، ولما ركبوني القطار كان كثير بخوف وسريع، ولما ركبوني الأسد لابا كان يتحرك هيك، وتمشينا حوالين الملاهي، ويعني كثير كثير انبسطت يوميتها. لبسوني الكندرة الكبيرة صراحة ما كانت يعني كتير كتير كانت كبيرة. هلا بدنا نرحب كرموش صغير بالمبدأ الرائع. مين رحبوا معي بالمبدأ رياض فتوسيم. تجربتي مع حنان الطرايرة، طبعا حنان الطرايرة هي اللي شجعتني أغني لحالي يعني بالمسرح وبالكليبات. كانت هي تغني معي. صح إنه كل النجوم كانوا يغنوا معي، بس هي أكثر واحدة كانت تغني معي، فهلا يعني تشجعت وصرت أغني لحالي. أول كليب لحالي كان اسمه إبوآ، وطبعا كان بمدرسة أو روضة. يعني يوميت أنا كثير انبسطت عشان صرت أغني لحالي، وفي كثير ناس صار يحكوا لي أنت مستحيل نسيت السيارة هاي. بحكي له لا، في ناس يعني في زلم صار يدز السيارة يعني عشان أنا مستحيل أسويها لحالي. مين حبيبي؟ لا. مين حياتي؟ إبقى. لمين هاي؟ أنا. لا لحبيبي. مين حبيبي؟ أنا. اسم الله عليك. لما يتدلع على بابا يحكي ويتسمع هو حياتي، مالي غيره ملك القلب وفي يتربى. اسم الله and
لأنه أشياء هيك يحبها كتير. ولا إحنا ننزل على القارب عشان نركب. صراحة بنبسط كتير كتير، يعني بحب أكون أنا مشهور، الناس يتصوروا معي لما أكون يعني ماشي، يصير يحكوا هذا رافت ويصير يتصوروا معي. يعني أنا بحب إن أكون نجم، لأنه يعني أصير أغني للناس ويصير يتابعوني. يعني أنا صراحة كتير مبسوط لما أشوفهم بدهم يتصوروا معي. وعشان يعني انا بحب كثير معجبين اللي بالانستغرام، لانه الحمد لله وصلت ربع مليون معجب، هذا كله من جمهوري حبايبي. انا بحبكم كثير، وانتم اللي ساعدتوني ويعني خليتوني يعني اصير اتفخر بحالي. صراحة يعني بحبك كثير، يومي تعيط. صراحة يعني كان ينام، يعني كان يعيش عنا بالبيت. سيدة لما مات أنا طبعا كثير حزنت، عشان يعني كان يشغلنا كثير وإحنا ننام عنده. لما مرض طبعا حزنت كثير، ولما مات يعني عيطت عشان كنت أحبه كثير. عشان هيك أكثر شخص بحبه يعني أمي وأبوي، لأن هم قدوتي، هم يعني رقم 2 بالحياة كاملة، رقم يعني أنا هم اللي ربوني، هم اللي طاموني، هم اللي يعني لو هم ما بيعتنوا فيا لو أنا مش موجود، بس بشكر أمي وأبوي لأنهم هم اللي طاموني، وهم اللي يعني خلوني ببيت، ويعني بشكرهم كثير وبحبهم. للماما والبابا ننطي على الحق، للبابا شو منقله ما منقله لا، والماما شو منقله ما منقله لا، للبابا والماما أغنيه الماما والبابا. طبعا بشكرك يا عمو احمد الكردي، لانه هاي اغنيتك وهاي اغنيه فيها كثير فائده، وانا يعني انا غنيتها بعديك. بس صراحه هاي الاغنيه فيها فائده، انه تحترم امك وابوك، لو امروك بشغله ما تحكي لهم انه ما بدي وتصرخ عليهم وهذا، لأنه هم اللي ربوك، هم اللي خلوك تعيش أصلاً. يلا طلع شد بظهرك، شد بظهرك، شد ظهرك لورا يا رافد. يلا روح تخفش. يلا أخي يلا طلع شلون شايفه شو؟ الله يا رافد، ظهرك لورا. أيوة يا رافد، يلا طلع.
امسك الحبل، امسك الحبل، امسك الحبل، امسك الحبل بس. ايوه يلا انزل، يلا روح نزل جثتين، نزل جثتين. أغاني يعني لو يعني يعني احتمال أكون دكتور أو أضل بالغناء. برافو برافو، أنا عجبني شغلة في رأفت صراحة ويزا، إنه شطور اليوم غير عن كل مرة، اليوم شطور صراحة. هي صح؟ راح نكبر سوية خيي. أنا بحكم يا جمهور كثير لأنكم أنتوا اللي ساعدتوني على الغناء. أنتوا يعني انا بحبكم كثير لانه يعني انتوا اللي خليتوني مشهور.